يعني حتى المستشفيات التسعه التي اشرتم اليها دكتور احمد لا تتوفر على المقومات اللازمه لعلاج الجرحى والمصابين. فعلا اخي الفاضل، واذا سمحت لي يعني اود ان اضيف انه بدات تصل الينا تقارير بانتشار امراض معديه بين افراد المجتمع داخل اماكن الايواء المكتظه والمزدحمه بالنازحين، ومع انعدام توفر ادنى وسائل النظافه كالمياه النظيفه. فعلى سبيل المثال تم تسجيل ما يقارب من 60 الف حاله التهاب رئوي، وحوالي فوق ال 35 الف حاله نزلات معويه عدد منها مخلوطه بالدم، ما يقارب من 1000 ويزيد عن 1000 حالة تشيكن بوكس أو الحماق بين الأطفال، عدد من حالات الحصبة، عدد من حالات الالتهاب الكبد المرتبط بانعدام النظافة، التهابات جلدية كالجرب ما يقارب من 13 ألف حالة، القمل ما يقارب من 5000 حالة. وللأسف يعني عدد كبير من الأطفال، مئات الآلاف من الأطفال، يعني ما يقارب من 500,000 امرأة حامل ومرضع وطفل يعانون من الهزال تقريبا، ومن مخاطر يعني سوء تغذية حاد يؤدي لا قدر الله إلى الوفاة. وأيضا الأطقم الطبية يعني التي تعمل بدون انقطاع يعني ليلا ونهارا منذ 7 أكتوبر الماضي، هل تتلقون تقارير عن حالتهم في الوقت الراهن؟ نعم 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 كما تفضلت، يعني هم فعلا كانوا جنود مجهولين يعني على أرض الميدان، تعمل يدا بيد لحماية الأرواح وإنقاذ الأرواح. طبعا الطاقم الطبي الذي يعمل في عموم القطاع الصحي في غزة، يعني بعد بدء العدوان 30% تقريبا مقارنة بقبل هذه الاعتداءات، إضافة إلى تعرضهم للإرهاق الجسدي والنفسي، وإضافة إلى ذلك يعني جرح وقتل عدد من هؤلاء العاملين في المستشفيات أو مع أهاليهم يعني في المناطق السكنية التي يقطنون بها. إضافة إلى ذلك يعني فقدت الأمم المتحدة ما يقارب من 100 عامل في منظمة الأونروا، وهذا يعتبر أكبر عدد في تاريخ الأمم المتحدة على مدى 75 عام أو 76 عام بمثل هذا العدد خلال فترة وجيزة. فالكارثة الكارثة مزدوجة ومعقدة ومركبة في الفاضل.